صباح الخير عليكم في كل مكان، وبنرحب بيكم في أول حلقة لينا في برنامج صوت العرب، حلقة جديدة وخاصة جدا من برنامجنا النهاردة. برحب النهاردة بزميلتي اللي بتقدم معايا البرنامج وتعبت معايا وسهرنا كتير وتعبنا على محضرنا البرنامج النهاردة، الزميلة صباح مجدي. أهلا بحضرتك. ازيك يا نبع؟ عاملة ايه؟ وبرحب بضيفنا النهاردة اللي منورنا في الاستديو طبعا، أستاذ عمرو الزيني. أهلا صباح الخير بحضرتك. صباح. برنامجنا هيكون منورة، هيكون منورة لكل الشعب. برنامجنا صوت الشعب هنوضح فيه الآراء، كل واحد آراء الشعب. هيبقى معانا كل مرشحين من مجلس الشيوخ والنواب، كل واحد هيقول رأيه سواء إيجابي أو سلبي. هيكون معانا أول مرشح أستاذ عمرو الزيني. ازيك؟ شرفنا بيكم. أستاذ عمرو هيوضح لنا خططه المستقبلية في الحزب ده هيكون إيه. أستاذ عمرو الزيني مرشح لمجلس الشيوخ 2020، رجل شهم جدع، ابن مدينة الخنكة، صاحب شركة الزين للتعبئة وتغليف المواد الغذائية. أستاذ عمرو، حابين حضرتك تعرفنا، أنت دخلت الانتخابات تمام؟ نحب نتعرف على دائرتك الانتخابية ورقمك في القايمة سواء فردي، والرمز بتاعك إيه؟ أولا أنا بشكركم على الاستقبال الجميل ده، وبهني الشعب المصري كله بعيد الأضحى المبارك، وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا الأيام كلها بخير يا رب. أنا عمرو سعيد رشاد الزيني من الخنكة أو مركز الخنكة اليوبية، صاحب شركة الزين لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. أنا ترشحت أو نويت الترشح لمجلس الشيوخ 2020، وتقدمنا بالفعل بالأوراق المطلوبة، ورقم الانتخابي 48، والرمز بتاعي رمز الماسة أو ماسة. رمز الماسة. الماسة. وعن محافظة الأليوبية. تمام. طب حضرتك كنت مرشح معايا، طلعت معانا في لقاء قبل كده ووعدتنا ان انت هتطلع معانا في لقاء تاني. الحلقة اللي فاتت كنت حضرتك حصل. ما بتنتميش لحزب، بس النهاردة جيت انتميت لحزب. وفي المميزات اللي في الحزب بتاعتك ايه؟ اللي في ايه المميزات اللي في الحزب؟ والله حضرتك انا كنت لا انتمي لاي احزاب. انا كنت انتميت في الفتره الاخيره في سنه حوالي 2011، بعد 2011 بعد ثوره يناير يعني، كنت انتميت ومؤسس، مش انتماء بس، كنت مؤسس فعال في حزب المصريين الاحرار. وبعد كده انا استقلت منه، يعني شويه ضربات كده كان موجوده فانا استقلت وما انتميتش لاي حزب تاني. فاحنا جينا بتوجيهات وتعليمات من رئيس الجمهورية، ان هو قال والاول مرة في التاريخ ان الانتخابات مجلس الشيوخ اللي هي المسمى الجديد لمجلس الشورى ان هتبقى على مستوى المحافظات. فعندنا 27 محافظة ب 27 دايرة، فكل محافظة دايرة. طبعا محافظة الألوية أو دايرة الألوية في انتخابات الشيوخ، احنا عندنا 9 مراكز، وتسع مراكز كبار، احنا نعد من أكبر ثالث محافظة على مستوى الجمهورية. أيوه. فطبعا احنا عندنا مراكزنا كبيرة جدا. النهاردة يعني كان توجيهات الرئيس أو تعليمات الرئيس أو تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجلس الشيوخ، كان بدايته ان احنا هنبدا نقدم يوم 11/7، والانتخابات 11/8 و12/8، فالوقت بالظبط شهر في التقديم، يعني شهر. احنا قدمنا حوالي، قعدنا اسبوع ما بين الكشف الطبي ونخلص الاوراق بتاعتنا كلها لحد ما قدمنا، قعدنا اسبوع. فانا كان قدامي حلين، لانزل فردي مستقل، وده كان هيبقى صعب عليا جدا، صعب جدا عشان الـ المحافظه كبيره قوي،
فانا مش هقدر الف المحافظه في شهر ولا الناس تشوفني في شهر. فانا كان عندنا بعض العروض من الاحزاب، فاحنا قعدنا درسنا، يعني انا ما درستش لوحدي، احنا معانا مجموعه عمل ممتازه بيشتغلوا جدا، بيشتغلوا اكتر مني. فلاقينا نفسنا لو نزلنا فردي يعني الحمد لله رب العالمين احنا محبوبين في الخنكة او في مركز الخنكة، فمركز الخنكة يدينا. طب هعمل ايه انا في شبرا اول وفي شبرا تاني وفي اليوب في توخ في القناطر في كفر شكر في شبين؟ كتير جدا، مهزة قلبية كبيرة. فاخترنا حزب حماة الوطن، لاني حزب حماة الوطن حزب قوي، حزب صادق، حزب المؤسس بتاعه الفريق جلال هريدي. جلال هريدي وده مؤسس الصاعقة المصرية ومؤسس حزب حماة الوطن. فهو حزب يعني ينتمي ان هو يعني تعاملاته كلها جادة، عشان هو فيه قيادات كبيرة قوي من الجيش. فدايما الجيش اما تتعاملي معاهم بيبقى تعامله جد جدا، يقول لك 1+1=2، ما يسويش 3. فعشان كده اخترناه، لان يعني الانتخابات عايزه مصداقيه كبيره. اكيد طبعا، اهم حاجه. فاحنا نازلين 4 مرشحين فردي على حزب حماة الوطن، مركز الخنكة اللي هو انا وشبرا اول. معانا، طب معانا اتصال. مدام ندى اهلا بيكي. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. معاكي يا استاذ عمرو. ازاي ان انا يعني دخلت وسمحتوا لي ان انا اخش المداخله دي للاستاذ عمرو، المهندس عمرو الزيني، لان له مواقف كتير قوي معانا وله مواقف في المنطقه بتاعته، وفي حلول جذريه وطموح وشاب وله مواقف خير كتير. منها على سبيل المثال لا الحصر، حفلة عيد الأيتام اللي بيعملها كل سنة على مدار كام سنة، وفيها ربنا يكرمه بجد، يكرم ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويكرم الأراضي والأمهات المثاليات وغير المثاليات اللي هم يعني مش معترف بيها أساس إن هي يعني مش قادرة إن هي تطلع أو تطلع عمرة أو ثلاث. وقبل كده لما حضرته كده ممكن المستمعين حضرتك بعدها على طول المحافظ جه اتكلم هو عن موضوع المستشفى، والمحافظ جه بعدها باسبوع وباذن الله وعدنا المستشفى اللي بقى لها اكثر من 5 سنين ما يعني مش شغاله ومش خدمه الدايره بتاعتها، ان هو باذن الله هيشغلها على اول 8. وكان برضه له الفضل برضه ان هو ان هم يرشوا المنطقه عندنا من الناموس والكلام ده وكده. فاحنا يعني كلنا معاه باذن الله باذن الله، ودايره الخنكه كلها نفسها يطلع منها شاب طموح خدوم لبلده بيحب الوطن وبيحب لبلده. نفسنا بجد يطلع منها حد زي الاستاذ عمرو، او استاذ عمرو بالاخص بالذات يعني. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ عمرو يعني على ده. احنا اللي متشكرين لحضرتك، احنا ما بنعملش حاجه، ده جزء بسيط جدا. انا عايزه اقف عند لقطه المستشفى. شكرا مدام ندى، وبنشكرك جدا على اتصالك. عايزه اقف لقطه المستشفى المركزي لما احنا طلعنا هنا في حلقه كده اتكلمنا احنا فيها الحمد لله رب العالمين. احنا لما عملنا الحلقه هنا وطلبنا من السيد المحافظ انه المستشفى بقى لها 5 سنين، وعرضنا الصور للمستشفى، واحنا مركز كبير وعرضنا فعلا صور المستشفى وصورناها. سياده المحافظ لبى الطلب وجالنا بعد حوالي تقريبا 5 6 ايام او 6 ايام، وشاف المستشفى على ارض الواقع، وامر ان هو يشتغلوا 24 ساعه في ال 24 ساعه. وفعلا احنا من ساعتها
والمستشفى فعلا هم شغالين في كل حاجه. يعني حضرتك لو رحنا زياره للمستشفى دلوقتي هتلاقي كل الفئات الصناعيه شغالين. هتلاقي النقاش شغال، هتلاقي النجار شغال، هتلاقي السباك شغال، كل فئات الصناعيه شغالين على قدم وساق، بيشتغلوا بمجهود جبار. ونتمنى ان احنا نفتحها في اول 8 زي ما السيد المحافظ قال، ويبقى دي حاجه كويسه. لبى طلبنا برضو في موضوع الناموس بتاع عقد 16 اللي اتكلمنا برضو فيه قبل كده، ان هم بداوا يرشوا المصارف بتاعت عقد 16، بدا يرش الشوارع. فاحنا متشكرين ليه جدا، ومتشكرين لرئيس مجلس المدينه اللي هو خالد كشك على مجهوداتهم الجباره، وان هم بيشتغلوا صراحه 24 ساعه في ال 24 ساعه. ما شاء الله. طب في انتخابات مجلس الشيوخ ايه دور بعض الشباب في هذا المجلس؟ دور بعض يعني احنا يعني انا كشاب مصري اتمنى من الله ان انا اكون موجود في مجلس الشيوخ وربنا يوفقنا يعني. وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو قال احنا في الانتخابات النيابيه والانتخابات المحليه وانتخابات النقابات، كل انتخابات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، قال لازم ندي فرصه للشباب. وهو ادانا الفرصه في القائمه الفرديه، او بلاش نقول القائمه عشان الناس ما تفهمش ان هي قائمه، لا في الفرد يعني، ان هو يعني وفر فرص عمل للشباب. لا مش وفر فرص عمل، يعني هو ادى فرصه للشباب ان هو يبدا ينزل الانتخابات كمرشح ومرشح قوي. وده لقيناه في كل النواب بتوع المحافظات، يعني نائب المحافظ في اي محافظه. أيوة. لقيناه في تقديم مجلس الشيوخ، وان شاء الله برضو يبقى في المتقدمين في مجلس النواب. ونتمنى من الله ان احنا نكون عند حسن الظن، وناخد فرصه كشباب ان احنا نجتهد ونعمل حاجة لجمهورية مصر العربية البلد الكبيرة ان شاء الله. طب استاذ عمرو، ايه اهم تطلعاتك السياسية عندما تكون عضو في مجلس الشيوخ؟ بداية العمل على المساعدة على سن القوانين ومساعدة المواطن المصري والدولة المصرية. بمعنى ان احنا هيمر عليكي القوانين، لو قدر لينا الله ان احنا بقينا موجودين في المجلس ان شاء الله، ان انت هتوافقي على قوانين كتير، القوانين هترجع لك. فاحنا رأي استشاري، بس رأي استشاري مهم، بمعنى ان انت يعني ممكن تعدلي قانون او اتنين. هنبدأ نسن قوانين لصالح المواطن المصري والدولة المصرية. طيب معانا مداخلة تليفونية. أستاذ محمد الصعيدي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا بشكر حضرتك جدا بتاعت الفرصة والتدخل معاكم، خصوصا لحضرتك خيرة شباب الخانكة المهندس عمرو الزيني. ربنا يخليك يا رب. لا دي حقيقة والله، ودي امانه لازم الواحد يوصلها. عمرو الزيني شاب طموح جدا، ربنا يخليك، وخدوم وفاتح بيته 24 ساعه. يعني اللي ما يعرفش عمرو الزيني ينزل اي قريه من قرى الخانكه، مش مركز الخانكه، يسال عمرو الزيني هيلاقي عمرو الزيني فاتح بيته 24 ساعه لاهل بلده. عمرو الزيني بيدور على اي مشكله حصلت بين اي حد، بين كبير او صغير، وبيحلها بنفسه. عمرو الزيني راجل فعلا شاب خدوم جدا لبلده، واللي يعرف عمرو الزيني هيلاقي ان عمرو الزيني بدا من قبل العشرينات، لان عمرو الزيني من عيله سياسيه،
ليها باع كبير جدا في السياسه. في بدايه العشرينات ايا كان بقى ما شاء الله. عمرو الزيني بامانه والله انسان بمعنى الكلمه باخلاقه تواضعه وحب الناس ليه، دي اهم حاجه هو مشمول بيها مننا كلنا، حب الناس ليه، احساسه الدايم بكل اللي حواليه واللي بيدور حواليه من معاناه اهل بلده. مركز الخانكه يعني كل قريه وكل عزبه بيروح بيها بنفسه يدور على مشاكل الناس. عمرو الزيني اساله دار المسنين او عمرو الزيني، ما حدش بيفكر في الموضوع ده غير عمرو. عمرو لا احنا معانا لا شباب كتير موجود. انت صاحب الفكره عشان صاحب الفكره نفسها مش عمرو اللي بيعمل كل حاجه. لا الناس الكبيره بامانه ربنا يوفقك يا عمرو. وبعدين في حاجه عايز اقولها، عمرو الزيني ما كانش ناوي ترشح، احنا اللي طلبنا منه واحنا اللي اصرينا. انتوا اللي شجعتوه. احنا اصرينا هو يترشح، كان برضه رافض الموضوع، عايز يخلي الموضوع موضوع بعيد عن السياسه لكن احنا قلنا له ان السياسه بالنسبه لك هتبقى فرصه اكبر لتوصيل صوت شباب الخانكه ومركز الخانكه اللي فوق، القوى السياسيه فوق، وحل مشاكلهم ووصول خدمات مركز الخانكه لحد عندنا برضه. والحمد لله اصرينا وده كان مطلب مننا كلنا. عايز اقول كلمه اخيره يا عمرو، ربنا يوفقك. وعايز اقول لحضراتكم ربنا يخليك يا استاذ رضا، معاكم خيرة شباب الخانكه حبيبي. ده كده كده يعني دي مش مجامله، انا مش عايز ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه يا عمرو، ربنا يوفقك. واحنا محتاجين ان انت توصل ان شاء الله عشان طموحك واصرارك ان الحق يوصل لاصحابه، احنا مش عايزين اكتر من كده ان شاء الله. بشكركم جدا ان انتوا سمحتوا لي ان انا اقول الكلمتين دول، وربنا يوفقك. انا اللي بشكرك والله على المداخله الجميله دي. دي الميزه برنامجنا صوت الشعب. متشكرين يا استاذ. ميرسي، شكرا لحضرتك. هو طبعا الاستاذ رضا يعني ممكن يكون اداني حق كبير قوي ازيد من حقي. لا هو احنا برنامجنا بيخلي الشعب يقول رايه سواء ايجابي يعني او سلبي. احنا برضو عشان يعني هو اول حاجه احنا متشكرين على المداخله الجميله دي والكلام الكبير قوي، وهو بيحملني يعني طاقه كبيره ومجهود جبار، وان احنا نشتغل بقدره كبيره جدا وان احنا نكون متواجدين مع الناس دايما ومع المواطن في مركز الخانكه ومحافظه الاليوبيه، عشان برضو محدش يقول ان احنا بنتكلم عن مركز الخانكه بس. مركز الخانكه ده دول اهلي اللي انا اتربيت في وسطهم من اول المركز لاخره، دول اهلي كلهم، واتمنى ان انا اخدمهم واكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. ان شاء الله. طب استاذ عمرو، ايه اهم تطلعاتك السياسيه؟ والله حضرتك احنا بالنسبه لمحافظه الاليوبيه محافظه كبيره جدا، نتمنى ان احنا نكون نقدر نوجد حلول للمشاكل اللي في الاليويه وفي مركز الخانكه بالخصوص. طب هي الاليويه تعاني بوجه عام. تعاني من مياه الشرب، وده اقل حقوق المواطن المصري. بالنسبه بقى لمركز الخانكه فهو يعاني من مشاكل عديده وفي تجاهل كبير قوي، نتمنى ان هم يبصوا لنا شويه. ان في مجلس شيوخ جديد، في مجلس النواب، في المحليات، ربنا يا رب يقدرهم ويوفقهم ان هم يبداوا يشتغلوا. احنا عندنا محطه تحليه في سرياوس جباره خلصت برضو بنسبه 80%، عايزين نخلصها بقى، عايزين نخلصها عشان الناس تشرب ميه حلوه. ما ينفعش احنا الخانكه البلد الوحيده اللي بتشرب ميه حلوه، وبعض اجزاء من مركز الخانكه وبقيه مركز الخانكه بيشرب ميه ارتوازي. فيا ريت، دي مشكله كبيره قوي. عندنا مشكله المواصلات، مشكله جباره، عايزين لها حل وحل صارم. عندنا مشكله يعني مثلا زي مشكله المواصلات، احنا عندنا قطر
من المرج لشبين. نتمنى ان الدولة تحطنا في الخطة ان هي تعمل لنا خط مترو انفاق يريح المواطن بتاع مركز الخنكة من بهدلة المواصلات والعربيات غير الطريق واقف. النهاردة احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في حكاية الميكروباص. الميكروباص النهاردة كل واحد شغال بمزاجه. شغال بمزاجه ازاي؟ يعني حضرتك تركبي مثلا, احنا بتركبي من المرج للخنكة, فممكن يركبك من المرج لحد القلق ومن القلق للجبل ومن الجبل للخنكة, او تدفعي اجرة من الخنكة من المرج لابو زعبل. طبعا ده كتير قوي على المواطن, كتير كتير يعني على الموظف على الطالب, كل ده مجهود غير ان هو بيضيع وقت كبير وده مجهود. فنتمنى ان الدولة تبص لنا شوية, ونتمنى ان احنا نقدر نعمل خطة ان يكون الخطة بتاعت مترو الانفاق الجديد يكون من حظ مركز الخنكة وتبدأ من المرج. محطة القطر موجودة, الرصيف نفسه انت مش هتعملي اكتر من انت تجددي محطة تخليها شكلها يعني احلى. السكة الحديد موجودة, فانت النهاردة يعني عندنا حل يساوي 50%, وهنعمل 50% غير اما بتيجي تعملي خط مترو. فانت بتنشئي سكة حديد, بتنشئي محطات, احنا عندنا المكان وعندنا السكة الحديد موجودة, فهتاخد منهم مش وقت كبير قوي يعني. جدا. وبعدين هتخدم من المرج جديدة لحد شبين. فانت هتخدمي مركز الخنكة كله ومركز شبين كله, فدي هتبقى حاجة كويسة جدا, وهتخف الضغط بقى على المواصلات العامة. ونتمنى ان احنا نقدر لينا النجاح ان احنا نعرف نجيب مثلا خطين او ثلاث خطوط اوتوبيسات والميني باص عشان تبدأ يكون المواطن ما يعانيش المعاناة الجبارة. يعني حضرتك ممكن مثلا المواطن النهاردة او الموظف او الطالب هو معاده مثلا في شغله سي مثلا 8, عايز يخرج من بيته 6, طب ما نخرجه 7, يعني وفر له ساعة رايح وساعة جاي, غير ان التكلفة هتقل. يعني بدل ما يصرف له مثلا 20 جنيه مواصلات لشغله رايح جاي يصرف مثلا 10 جنيه, فدي هتخف الضغط جدا على المواطن المصري والمواطن بتاع مركز الخنكة ومركز شبين, ودي هتبقى حاجة كويسة جدا ان شاء الله. معانا مداخلة تليفونية. استاذ ايمن, الو. الو, صباح الخير. صباح النور يا فندم. تحياتي لضيوفك. تحياتي للاستاذ عمرو الزيني, ربنا يخليك يا فندم. ابن بلدنا الراجل المحترم, نتمنى له ان شاء الله ان هو يعني يمثلنا, لان احنا محتاجين واحد زي الاستاذ عمرو, ابن البلد, حاسس بينا, حاسس بمشاكلنا. رغم ان الراجل المحترم ده انا يعني ما قعدتش معاه مره او مرتين, سنتين او ثلاثه, كان طبعا عامل حفله عيد اليتيم في مدينه الخنكه. راجل له سمعته, راجل من الشباب اللي بتحب بلدها, من الناس اللي عايزه تخدم بلدها, الفقير قبل الغني. بنتمنى له كل احترام وتقدير يا استاذ عمرو الزيني, واحنا كلنا معاك ايمن فرج من القلق, احنا بنقول وراك يا استاذ عمرو يا زيني. القلق والخنكه ومركز الخنكه كل واحد يا استاذ ايمن, واحنا تحت امر مركز الخنكه كله والقليوبيه كلها. ربنا يخليك وان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب. بنتمنى لك النجاح ان شاء الله, واحنا كلنا وراك, الخنكه كلها وراك, ربنا يخليك, لان احنا مش بنجاملك. انت فعلا راجل سباق بالخير, راجل ليك سمعتك, واي حد عايز يسال على الاستاذ عمرو الزيني فعلا يعني سالت عليك كتير, انت راجل محترم فعلا, وبيتك مفتوح في اي وقت, مشاكل عرفيه اي حاجه من اي شيء حضرتك بتحل مشاكل الناس دي كلها. فعلا احنا بنكن لك كل احترام وتقدير,
ونتمنى لك الخير ان شاء الله، واحنا معاك. بشكر حضرتك. معاك ان شاء الله. ربنا فضح. ربنا يخليك يا رب. بس المهم ان احنا ننزل الانتخابات، ما نكسلش. احنا بنطلب من 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 اهلينا واخواتنا الكبار والشباب والحريم ان هم يدونا نص ساعة بس، نص ساعة. نص ساعة هتغير حاجات كتير قوي. كله هينزل ان شاء الله. يوم 11 و 12، اي وقت بقى اختار فيهم نص ساعة من يوم 11 ويوم 12 هتفرق معانا كتير جدا جدا احنا جدا. احنا قبل كده في الحلقة اللي قبل كده اتكلمنا برضو عن القلق، واتكلمنا عن مية الشرب اللي في القلق خاصة، وان بيرموا الكمامة في المية وكل ده. فكل ده اكيد حضرتك هتشوف بقى المشاكل دي ان شاء الله. طبعا طبعا طبعا. طب والله احنا بالمناسبة كنا لسه، يعني انا كنت اتمنى ان انا اعرض الصور دي، بس مش عارف هتعرض ولا مش هتعرض. صور الصور ان انا جاهزين للصور. كنت مديهم بعض الصور. تمام، هيعرض الصور. احنا بفضل الله كنا عملنا. طب اطلع لكم؟ لا لا، هو هيطلع، هو هيجهزها دلوقتي، هو بيجهزها. تمام. طيب احنا بفضل الله وتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي مع المهندس محمد صبحي، ان احنا كان عندنا الخطوط الصرف كانت فيها مشاكل كبيرة قوي. فبتواصلنا معاه، هو تواصل مع الشركة الام وكان جاب ناس من الشركة عملوا تسليك للبلعات والصرف الخارجي الخارجي اللي هو في الشارع. لو حضرتك عرضت الصور هتلاقوا ان الناس دي تعبت جدا. يعني حضرتك بينزلوا الموظفين في قلب المجاري جوه طلعوا. انا كنت واقف، يعني انا كنت واقف فيها دي وشفتها كلها. بيطلعوا حاجات غريبة الشكل، بيطلعوا اللي بطوب، يعني حاجات كبيرة. كل ده في مية الشرب؟ لا مش مية شرب، المجاري. اوكي. المجاري طمعين. اللي هو الصرف. تمام. فعندنا طقم في محطة المية شغال حلو جدا على الميه الحلوه وعلى الخطوط المجاري وتسليك الشوارع والبلعات. المهندس محمد صبحي والفريق اللي معاه بنطلب منه اي طلب، ما بيتاخرش صراحه. يعني حتى كنا طلبنا منهم عربيه عشان ترش ايام ازمه كورونا، اما كانت متفاقمه ايام اخر رمضان واول العيد كده. طبعا كان دي ذروه الفيروس كان موجود انتشارها جامد. فكنا بنطلب منه عربيه عشان نرش بيها الشوارع. كانوا بيجيبوا لنا العربيه صراحه، واحنا بنجيب الكلور والمواد المطهره نرش بيها. فهو شاب مجتهد، شاب مجتهد. ما بيتاخرش على حد في حاجه. بنديله تليفون بالليل قبل النهار، بيشتغل حلو جدا ويجي بسرعه. تمام. طب هي في نهايه حلقتنا حابه اشكرك جدا. الحلقه خلصت. الوقت خدنا بقى يعدي بسرعه. القعده حلوه والوقت خدنا في برنامجنا صوت الشعب. اكيد طبعا هتنورنا في حلقات تانية. وان شاء الله مجرد ما حضرتك كده ان شاء الله الانتخابات تنزل وحضرتك تنجح ان شاء الله لينا لقاء تاني. ان شاء الله هنجي لكم تاني. أكيد طبعا. بس ادعوا لنا كده بالتوفيق. لا ان شاء الله تنجح. الموضوع كبير. طب انا عايز اقول كلمه اخيره بس. اتفضل. انا بشكر كل اهلي في مركز الخنكه ومحافظه القليوبيه. تمام. ونتمنى ان انتوا تقفوا مع الشباب شويه ان شاء الله. يعني عايزين الشباب يطلع. شكرا. ان شاء الله الشباب كلهم هيطلعوا. شكرا جدا جدا. انا بشكرك جدا وبشكرك يا ندى. وحابه اقول لكم انزلوا في الانتخابات، عايزين الشعب يدي رايه، عايزين ندي فرصه للشباب يطلعوا في الانتخابات. في صوت الشعب هتقدر تقول رايك سواء ايجابي او سلبي، هنقدر نقول راينا كويس، هنوصل راينا للمسؤولين.
حابه اشكركم جدا، وحابه اشكر استاذ اكرامي السبكي على المنتج الفني بتاع البرنامج بتاعنا. احنا اللي بنشكر برضو الاستاذ اكرامي، والاستاذ اكرامي كان شرفنا في افتتاح المقر الكتابي بتاعنا. كنا جينا في افتتاح المقر وانتم ما عرضتوش ولا اي صور ولا شفت يعني، انا ما شفتش حاجه. هو ممكن يبقى عرض يعني، هو جه مخصوص عشان يصور وما شفتوش عرض اي حاجه. شرفنا في المقر الافتتاح بتاع حضرتك، وكان حلو قوي، وكنا شايفين الناس قد ايه بتحبك. ربنا يخليك، فبشكرك جدا يا ربنا يخليك، الشرف لينا. بشكرك يا ندى، اتشرفنا بيكوا، و وادعوا لنا كده ان احنا نجي لكم تاني ان شاء الله. نشوفكم في حلقه جديده في برنامجكم صوت الشعب.